المهم نبداو في الفيديو ديالنا، كنمشيو للبروجيكت بانيل دبل كليك، كنامبورطيو الفيديو اللي بغينا نخدمو على لافي. وهنايا هاد اللاير كنجرو الكومبوزيشن هنايا باش نكريو كومبوزيشن. كما كتشوفو هذا هو الفيديو اللي غادي نخدمو عليه. دابا غادي نمشيو للريزوليسيون، غادي نكليكيو فول، وغادي نمشيو لهاد البلاصة غادي نديرو فيتس، وغادي نمشيو لهاد روتو بروش تول ونكليكيو دبل كليك. ولا بغيتي تتحكم في البروس سايز كتكليكي على كوموند في الماك ولا كنترول في ويندوز، كتكليكي بلا صوري كتزيد اليمين كتكبر السايز ديالها، ولا رجعتي لليسار كتصغر السايز ديالها. المهم كتقاد السايز ديالها، كدير واحد الروتو بروش على الاليمون بحال قلتي كترسمو باش ايزولي على لا فيديو. هاي كيما كتشوفوا في هكذا، الا بغينا نحيدوا شي بارتي ما بغيناهاش تيزولا كنكليكيو على الت ولا اوبشن في الماك و كليكيو فحال ما هكذا باش تحيد. شي كيما بانت لكم تحيدات صافي، كنبقاو نرسمو حتى كنجيبو داكشي، كل ما كان دقيق بزاف كل ملف كيكون مزيان. عندنا البلاصه ديتا هي، غادي كليكيو على الت ولا اوبشن ونحيدوها. صافي صافي. ومن بعد ما كترسم ليليمون ديالك اللي باغي ايزولي على لا فيديو كتمشي لهاد البريفيو هادي، الا ما بانش لك كتمشي للويندوز وكتورك على البريفيو كتطلع لك على الجنب على اليمين وكتبقى غادي بفريم باي فريم وكتشوف واش روتو بروش باقي خدام على ليليمون اللي بغيتي تيزولي على لا فيديو. الا كانت خسرات شي حاجه راه كتبيعها. المهم انا رجع لكم الخوت من بعد ما غنسالي الروتو بروش. من بعد ما سالينا الروتو بروش ديالنا على ليليمون اللي بغينا ايزوليو على لا فيديو، كل ما كان الروتو بروش مزيان كل ما لافي كيكون مزيان. المهم غير عطيو وقتو، كنرجعو هاد الانديكاتور البداية ديال لا فيديو وكنكليكيو على فريز كيبدا يتفريز. دابا من بعد ما فريزينا البروش ديالنا الروتو بروش، كنسوبريمو هاد لاير من هنايا كيبان لينا هنايا. لو بغيتي تزيد في الفادر زيد، انا غادي ندير 10 في الفادر، و شيفت ايدج غندير واحد 3%، و غادي ندوبليكيو هاد اللاير هادا بكوموند دي في الماك ولا كنترول دي في الويندوز. و كنجيو لهنايا كنسوبريميو في التحتاني هاد اللاير التحتاني، كنسوبريميو الروتو بروش ديالنا. من بعد ما سوبريمينا الروتو بروش من اللاير التحتاني غادي نمشيو للافكت اند بريسيتس، ولما كانش باينه لكم كتمشيو للويندوز وكتوركو على افكت اند بريسيت كتبان لكم على اللي من هنايا. غنقلبو على ليف اللي غنخدمو بيه اليوم كيتسمى الشاتر، غادي نجرو اللاير التحتاني. المهم انا طلعت لكم هاد العلامه هادي ما ديوهاش فيها. غادي نمشيو دابا للفيو وغادي نردوها رندرد، وغادي نمشيو للشيب وغادي نمشيو للباترن. انت تقدر تجربهم كاملين، احنا ليف اللي غادي نخدمو اليوم غنخدمو ديال الكلاس، كلاس غنوركو على الكلاس. وغادي نمشيو للفورس ريديوس غادي نديروها في 0%، وغادي نجرو الانديكاتور البداية ديال الكليب وغادي ندير واحد كي فريم في ريديوس. غادي نمشيو واحد 12 ايماج بار سكوند، هاي اش بالكم هنا 12 ايماج بار سكوند، وغادي نجرو الراديوس تيبان لينا تيبان لينا الليفل اللي بغينا ديال الجلاس بريك. انا جاتني 0.43. وكتكليكي على اللاير التحتاني كتكليكي يو في الكلافي يو وكتسيليكسيوني هاد الجوج، كليك دروا كتمشي كي فريم اسيستنس وكتكليكي ايزي ايز. كيف ما كتشوفوا ليف ديالنا راه بدا كي جقد. دابا تقدر تجيب اي فيديو يبان من مورا الباك جراوند ديال الفيديو. انا غادي نجيب واحد الفيديو ديال اليونيفرس ديجا موجودو صافي، غادي تجيبو تحت من اللاير التحتاني. الا كان صغير غتكليكي على اس في الكلافي، تقدر دير لي سكيل باش تكبره.
صافي وكيف ما كتشوفوا هذا هو اللف ديالنا. بقات لينا واحد الحاجه، الا بغيتي ديروا هاد الدراري، الا بغيتي هاد الكلاس هذا يكون 3D، كنمشيو للافكت كنترول، كنزيدو في اكسكلوجن ديبت، اكسكلوجن ديبت كنزيدو فيها. كيبان لكم الكلاس شويه 3D، انا نزيد هنايا باش شي كيبان لكم 3D شويه. الى نقصنا غادي يرجع خفيف، غادي يرجع خفيف. شو حنا غادي نزوميو على هادي باش تبان لكم مزيان. الى نقصنا تيبان خفيف، الى زدنا فيها تيبان شويه 3D ديال الكلاس. غير هي ما تزيدوش فيها بزاف باش ما يبانش لي في معيق. وهكذا الدراري كنكونوا سالينا لف ديال اليوم ولف او هذا اف از وين بزاف. يو كان يوز ات ان ميوزك فيديوز، يو كان يوز ات ان انستغرام ريلز، ان تيك توك. المهم هات الله من الدار. دونت فورجيت تو سبسكرايب، to like the video and share the video and give a comment and also join the community in Instagram. And خلي لكم واللي عنده شي question على اي حاجة you can ask me in Instagram in private and I will answer it as fast as possible. وقت الدراري نخليكم و peace out.